إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي الحدث 24، أينما كنتم وتواجدتم صباحكم مبروك. كما كتشوفوا معنا حادثة بين شاحنة كبيرة اللي كتحمل الزيت وهاد الشاحنة الصغيرة. كما كتشاهدوا معنا أن الشاحنة الصغيرة دخلت كان جاي الكاميو وربما ما شافوش ولا ما ذاك ورجع. وكتشاهدوا معنا الحادثة المباشر من مدينة الدار البيضاء، تم نقل السائق إلى مستعجلات منصور هنا سيد البرنوسي. كما كتشاهدوا معنا الحالة الكارثية اللي وصى فيها الرموك، ممكن أنه يتخلف أي لحظة، ولكن الحمد لله الألطاف الإلهية حالت دون وقوع كارثة هنا بمنطقة البرنوسي. وهذا الرموك اللي هز كمية كبيرة ديال الزيت، واحد كمية كبيرة ديال الزيت كما كتشاهدوا معنا، لولا الألطاف الإلهية كانت غيتقلبوا بجوج، وكانوا هنا المارة وكاين سائقي الدراجات النارية. الحمد لله ربي لطف وما وقعش الحادثة، ولكن ثم نقل السائق ديال هذا الرموك إلى مستعجلات سيد البرنوسي لمدينة الدار البيضاء. الأمن دخل باش يأمن الطريق ويتم إفراغ الحمولة ديال هذه الشاحنة اللي كانت مملوءة عن آخرها بكمية كبيرة ديال الزيت. السائق الدولي المستعجلات حارجة الله يتقطع عليه الفران، هو اللي الفران ديال البرد واش الصغير ولا الكبير؟ الكبير تقطع عليه الفران ديال البرد، كان جاي من لهيه هو يدخل الخلا هذا غامر براسو باش ما يوقعش شي كارثه اكثر ما هي راه فاجعه. الحمد لله اللي ما كايناش خسائر بشريه كما قلتي، جاو دابا باش يخويو هاد الحموله اللي في الزيت لانه دفقات واحد الكميه كبيره ديال الزيت. نعم اكيد اكيد اكيد. والان الامن كيامن المنطقه باش ان يتم حمل هذه الحموله ديال الزيت الى الشركه الام، لان هذا كان مكلف بالنقل ربما خارج مدينه الدار البيضاء. خوى ليه الفران، تقطع ليه الفران، ربما ان الحمد لله ما كاينش خسائر الا السائق راه تم النقل ديالو الى مستعجلات ديال البرنوسي. كما كتشاهدوا معنا هذه الحاله، ونحاولوا نقربوا نهبطوا لتحت ونقربوا. السلام عليكم، حنا بغينا نمشيو للغربه، نحرقوا معاهم دابا عمي، بغينا نمشيو للغربه حنايا، ما بغيناش المغرب. كل شيء كاين اللي في راسي، بغيتي داير لميمه في اوروبا. نمشيو معنا هذه الشركه وهذه الحموله اللي كانت هزه، كيتم النقل تطويق المكان كما كتشاهدوا معنا على المباشر. الريحه ديال الزيت عاطي وعاطي بزاف. هذه هي الشاحنه وهذه الحاله اللي صحات فيها بعد ما التدخل ديال رجال الامن لتامين المنطقه. كما كتشاهدوا معنا كميه كبيره ديال الزيت، وكيتم النقل ديالها لكاميو اخر او رموك اخر لنفس الشركه. كاينه خسائر ولكن خفيفه، ولكن كاينه خسائر في الرموك لانه كما شفتوا معنا المقدمه ديال الرموك ثلاث العصا كما تنقولوا بالدارجه. والزيت ديال اللي كانت هاز الشاحنه او الرموك الكبير غيتم تفريغ ديالو شاحنه اخرى، والحمد لله ما كاينش خسائر كبيره. مزيد من الحيطه والحاضر. سي حاضر اخويا، الله يحفظك، بخير لاباس عليك. كما كتشاهدوا معنا افراغ الزيت وتم النقل ديالو الى كما صاحب الشاحنه اللي كانت محمله الزيت، بما انها السيد راه خوى ليه الفران. هادشي اللي شفتو كاينه اخطاء تقنيه وميكانيكيه وراه كتوقع. هذا الميكانيك الفران يقدر يخوى في اي لحظه، ولكن خاصها تكون مراقبه بالنسبه للشاحنه الكبار. السيد كان عامر براسو وجلد الخلاء. الحمد لله الحمد لله انه نقلوا المستعجلات، الله يشافيه والله يجيب ليه الشفاء في هذه الوقفه ديال الجامعه. الله يحد الباس كما تنقولوا، رجال الامن واقفين على هذا تامين المنطقه باش ما توقعش شي كارثه. وهو الديباناج جا باش يتم النقل ديال هذه الشاحنه اللي كانت غدير كارثه، ولكن كما قلنا الشيفور غامر وجا اللي عاقل اللي فاقم الامور هو انه جا في هبطه، ماشي جا في هبطه ومقطع الفران الله يديه شي ساوي ديال الخير والله يفرج عليه
حتى الكاميو الاخر كلا لا صافي ما شفنا، ربما كان واقف هذاك ولا ما عرفناش. كان بلاصي بلاصي البيض، كان بلاصي. واش الاخر كان جاي من الفوق؟ شو القوة ديال الاصطدام؟ نجي نشوفو من الجهة الاخرى القوة ديال الاصطدام كما تنقولو، خلات ان هاد المؤخرة ديال الشاحنة انها كما تنقولو تتضرر بشكل كبير كما كتشاهدو معنا، ويتم النقل ديال هاد الشاحنة الاخرى الى الشركة باش يتعاود اللي صالحة راه صالحة، واللي ما صالحاش راه تحيد. هي خسائر مادية في الشاحنة، والكمية كما كتشاهدو معنا هي كانت كمية كبيرة، راه تقريبا من ساعة وما تيتم تنقيل ديال المحتوى ديال هاد الشاحنة الى الشاحنة الاخرى. هادي الشاحنة شركة تابعة لشركة ديال الزيت، هي شركة ديال الزيت، ولكن كاين أخرى شركة خاصة بالترونسبور لوجيستيك ديال الترونسبور. نعم أكيد، هي اللي كتكون مكلفة وكتكون عقدة بينها وبين الشركة. الشركة ما كتحمل، الشركة عندها الزيت ديالها، ولكن الشركة المكلفة بالنقل ديال الزيت كتكون شركة أخرى في إطار التعاقد، لأن الشركة كبيرة ما يمكنش أنها غادي تلبي السوق المغربي كاملة، كتكون عقدة عندها مع شركة أخرى اللي كتكلف بالنقل ديال البرودوي ديالهم ولا الزيت ديالهم الى باقي الوجهات المغربيه، واش الاسواق الكبيره واش المحلات الكبيره او المستودعات عندهم خارج مدينه الدار البيضاء. كما كتشاهدوا معنا حنا على المباشر، العمال كيقوموا بالدور ديالهم نقل المحتويات ديال الزيت للمستودع ديال الشركه، باش اللي صالحه راه غتعاود لك، اللي ما صالحاش راه غتغير تغرب. وحنا كنقولوا ديما الله يشافي هذا الشيفور، الله يجيب لي هذاك، هو خطا ميكانيكي ماشي خطا بشري، راه الفران ولا داك الشيء راه ما يمكنش. ولكن الشاحنه اللي كانت جنب بلاصتي اخويا راه تقسماش من الفوق، كاروسي كاروسي ورك. هاد الشاحنه هي اللي بقات على الخسائر اللي كانت باش وقع، تقدر هذه ماشي تفشل شي ديك الاقامه. وشي الناس في كاينين، كاين القهاوي، كاين الراجلين، كاين بزاف الطويل، كان الله يحد الباس وربي كبير كما تنقولوا، الله يدير شي ساوي ديال الخير. اللي وقع ان شاحنه كبيره كانت محمله بالزيوت دخلات في هذا الكاميون اللي كان واقف، ثم النقل ديال السائق الى مستودع الى المستشفى ديال البرنوسي، لانه كان في حاله حرجه حسب شهود العيال اللي كانوا حاضرين. جمعه مباركه مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الاوفياء، كنا معكم على المباشر من منطقه البرنوسي لهذا الحادث اللي وقع في هذه الشاحنه اللي تعرضت لخسائر ماديه كبيره، وكيتم نقل الزيوت الى شاحنه اخرى. والحمد لله الله يحب الباس، كما تنقولوا هذا الكاميو اللي كان السبب ان كما كان شاد الكاميو والفران ما كاينش وغيبقى غادي هابط لتحت، راه ربي كبير وكيدير اللي فيه الخير. شكرا لكم والى اللقاء.